السلام عليكم ورحمه الله. المهم هذه كلمه كان ديال ايوب، انا ما كنسميكش بطل حيت كونتك على يدي وربيتك على يدي كيف ما كيقولوا، باش دوخنا السي ايوب كنقول السي ايوب، ولكن انت ماشي بطل، وانت كتبتي ملي طيحتيني من القمه ديال صرصر كتبتي تم اسقاط بطل القصر الكبير، كتبتي هيدا في سترافا. المهم ضربت على هاد السيغمو بزاف ديال المرحلات وبشهود عيان، كان باقي اليوم جيت حالف فيك نهبطك وباقي هارب لي بدقيقه. ها قول لي كي درتي لها، كي درتي لها؟ شمن قالب عملتي ايوب؟ برب الناس اقسم بالله والله وبالله وتالله حتى هاد المرحله كانت عندك فيها الكذوب، وكيقول سيدنا النبي اللعنه بانها كتنزل على الكاذبين، وعندك تكون كذاب، فكنت كذاب مزح المرحله. ونتحداك، شوف نتحداك نعملها بعد التحدي، ما تعمل والو تولي تخبى على هذيك المرحله وتريني مع راسك، نعطيك 6 شهور اقسم بالله تنعطيك مليون فرنك، ها هي كنرفع معك التحدي مليون والله حتى تديه، والله وبالله وتالله سهله هذه المرحله اللي انت فيها، انت في القبيصه غتخفي المرحله ويولي نجيو انا وياك، ولي طلع عندك لا موين، نعطيك 6 شهور تقدك ديال لونطريما تريني، وكل اقسم بجلال عظيم الاله حتى نعطيك مليون، انا باش نفكها معاك مره دوخني انت حتى دوز لي يدك هكا والله ما ديها، مع من كنتي؟ أم الاخوان كلهم عايقين بك، هاد المرحله باش جيتي ضربتي مع من كنتي؟ النهار باش ضربتي القصر الشاون، هاي مطيح لي حتى البطل الفرنسي مطيحو، هاي شو كان معاك؟ شو كان معاك؟ تمشي بوحدك، ربي قال اتوا برهانكم ان كنتم صادقين، تم اسقاط بطل القصر الكبير، شو كان معاك؟ انا فيما كنجي نضرب صرصر كنجي معايا الشهود، كنجي معايا الشاهد، انت باش جيتي شكون؟ ما بينتيش حتى الغبره ديالك، كنعاود لك هادي والله وبالله وتالله، والله يا يماه مليون فرنك حرام عليا وحلال عليك، غتخبع المرحله، مرحله معروفه راه الشهر عليك وشي موتى، هنعاودو المرحله وهنجي معاك، إلا بوانتيتي الحضور ديالك بربش حتى دي مليون فرنك، يالا إلا كنتي ولد مكادري وكنتي جبني قح، يلا ارفع معايا التحدي، حيت أنا بطل، وخا نتكلم بهاد الإخوان. كنتكلم باش دوز عليا الدكاكة، لا انا كنتكلم بروح رياضيه، واخا تشوفني كنغوت، اما باش دوز عليا الدكاكة والله ما ديها، والله ما دوزها، كنعاود لك نعاودوا المرحله، الا طلعتي كلاسيتي قدامي وطلعتي قلصتي فوق مني وديتي التاج والله حتى دي مليون فرنك، سير وحنا خارج وسمح لنا الله يجازيك بخير، الكلام راه ما فيهش شي عيب، هذا الكلام اللي قلت وبروح رياضيه هضر مالك، نعم ما فيهش شي كلام العيب، لا اخي خصنا نشوفوك، مع من جيتي؟ شكون جا معاك؟ شكون اخي جا معاك؟ شكون؟ قول لي اخي شكون؟ والله ما تدوز عليا يدك هكا، والله ما تدوز عليا صافي، ضربتي السيغموت واعتزلتي من البيكالا، على قوالب، انا راه ما عندي معك حتى شي مشكل، انا كنحسن صاحبي وصديق ديالي وكنتكلم معك بروح رياضيه، انا كونتك وليدي على يدي، كنعرف خويا بلادي، انا اللي علمتك البيكالا ايوب، انا اللي علمتك تركب على البيكالا، انا شي اخوان كيقولوا ايوب بطل، كنقول لهم ما جاتو في الكويان ضربوه دا يبقى لاصق، هذه حقيقة، أنا والله ما منافق، أنا بهذا الشيء باش قبيح وخانز، أنا حيت كنقول الحق، باش أيوب بطل باش، غادي ينحي لي جربيه من القصر الكبير يا عباد الله حتى العين الحصن، عين الحصن في البويس الآخرين، هذاك الطلعة ديال العين الحصن كيدلك فرد كيهرب، إيوا طبعا ما تهرب، هذه معروفة هذه، كيقولوا لي أيوب بطل، ما عرفتي، ها طاح عليك البطل، ها طاح عليك البطل، المهم أنا كنعاودها لك، ضربت عليك اليوم، صافي شنو جبت؟ ما جبتش شي جديد، جبت غير هادي، جبتها لا دراكا، شنو باش كنضربك؟ شوف هو ما تحكمتيش، هو بزاف دقيقة باقي هارب السيد بدقيقة، جاي كناكل عليك الدرابل وجايب انيريجي، والله إلا ضربت عليك واحد القرعة، والله إلا ضربت عليك قرعة وليدي، شو سميتها رشيد؟ شو سميتها؟ ها؟ انيرجي كنعرف شنو القولة، الله يتضربت عليك انيرجي يا وليدي، وباقي هارب بدقيقة، يا خي الكذوب، قالك تم اسقاط بطل القصر الكبير، ما تقدرش والله ما تستطع، والله ما تقدر، اقسم بالله ما جبتيها بالقوة ديالك، حيت نعرفك ايوب انت ضعيف، ما عندكش لياقة بدنية عالية، ما عندكش النفس الطويل ايوب، كنعرفك انا كونتك على يدي يا وليدي، ما عندكش النفس الطويل، هاي ايوب
مهبطني انا والفرنسي من القصر الكبير الشاون. اي 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 عامل عامل وقيت 3 سوايع وكداشي. هاي 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 شو كان معك؟ شو كان معك بعدا؟ شكون؟ واش مشيتي بشي طروتينيت ولا شنو باش مشيتي؟ ولا بشي بيحله ديال الضو عطاها لك عثمان ولا شنو؟ راه هادشي اللي كيقولوا الاخوان، فباش نكونوا واقعيين، والاخوان ديالنا الابطال شي واحد لا كان عنده وجهه وعنده روح رياضيه وتكلموا لنا في هذا الموضوع. فهاد ايوب ملي بغى يسلم البيكاله مشى ضرب لينا السيغموات وسالى واعتزل. بغينا نعرفوا هذوك السيغموات باش ضربهم. وانا كنت ابطال طاكيوه، انا كان طاكيوه مزيان باش هانتي هو يشوف اللايف، هو يشوفه مزيان طاكيوه. انا كنقول له يخفي هذاك هذه المرحله اللي مقلص فيها هو دابا، هاي خفيها، هاي عمل لي هاد بريفي ولولي نجيو انا وياه. الا ولا قلص اقسم بالله حتى يدي 1,000,000 فرنك. ما عرفناش شكون مع من جيتي بعدا. خصنا الدليل، حنا امة الدليل، حنا حتى واحد ما كنبخصوا الحق ديالو، ولكن بزاف حتى انا كنعرفك. ضربتي معايا عين بيضاء وتبارك الله نهار البارح هذا عين بيضاء باش هربتي لي بدقيقه، هربتي لي وحاضر باش هربتي لي، حيت هربتكم انا، هربتكم من هربتكم انا من المصموده فرق العروم 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 مويا البيكالات هربتهم في المصموده حتى الوزان، يعني واحد هرب العروم وما جابوهش وهرب له مقلب ب 11 ديال الدقائق، هذا راه منكر. هذا واحد سلل وهرب العروم من جماعه مصموده حتى الوزان. ايوا طبعا في الطلوع ديال عين بيضاء هاد ضربني، ومع ذلك بقيت لاصق معاك. هربتي بدقيقه ماشي بزاف، وليت حيدتك. انا حيدتك وليت حيدتك، هذيك هي شهادتك انا حيدتك فيها. والغريب والعجيب كانوا شي شمايت تابعني من الله وكيغوتوا لي ونحي عليه ونحي عليه، اش كيعيطوا لي ما نعرف. انا كنتقاتل كنضربوا الطريق وكناكلوا الطريق وبعدهم كيغوت لي ونحي. علاش كتغوت لي؟ علاش؟ على خبت كي داير؟ لعبوا معنا بروح رياضيه ولا حيد. انا جيتي معايا هنا راه نهبط لك شي حاجه اللي كيديروها في ليكوش بلا ما نقول لك، خليني ساكت. انا الحمد لله كيهود ليها الريوق، هذه مساله طبيعيه. اجي اجي عندي اجي اجي البيو خرج اجي والله تن الا عندك شي ديفو فكرك شي كنخرجو لك والله تيخرج. راه شي دراما كاينش المشكل، شكون يقيسنا بيكالاس؟ مشى دابا انت معذبنا والله الا قال لك الريوق. اجي اجي عندي لهنا ونوريك اش نوريك الريوق كي دايرين. والله تنخرج لك هذاك الشيء الحايل الله تيخرج. الله 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 الله. الصديق ديالي مسكين السي حسن، السي حسن صاحب مجزرة بغداد، والله إلا جيتو تاني هنا هو وليداتو، ولكن مشاو نشطوه الناس الدواقة وليدي الله يهيل وليداتو والله العظيم حتى لهنايا. هذا اللايف هذا كنهديه للسي سعيد حلال والأخ ديالو السي الحاج حلال، العائلة الطيبة المباركة، أصدقاء ديالي الناس ديال الدار البيضاء توحشناكم. الله يسهل في شي لقاء الخير ونشوفوا وجوهكم النيرة. طيب تفكرت السي حسن حلال الله يهيل. واحد كيقول لي لبس عليك يلاه اسمع هادو مساخطين هادوك الكويريه ما كانوا كيلعبوا الكره وكيحيدوا حوايجهم عادي، اما انا ساتر العوره ديالي راه من الله لا ضويتي. كيقول لي لبس حوايجك يلاه، شو الجهل اللي وصلوا لهاد الناس. اجا حبي ناسي بحالك هنايا حيدوا هذا الله صافي هنايا وهانتوا تقدموا الغرض. انا كنتمنى الكلمه ديالي تكون واصله ولا معنا شي ابطال كيشاهدونا وعندهم الروح الرياضيه العاليه. هو طاكي ولي ايوب صاحبي، ايوب راه صاحبي، ولكن باش يدوز عليا الدكاك لا لا، قال لك تم اسقاط بطل القصر الكبير كيادير له كي يدوز له. والله الا قال لك السيف يتحارب مع الزرواطه كيهدير، ها قول لك كيهدير شوف شوف الصلاه رياضي. والحمد لله نهار الحد شاركت في السباق عصبه الشمال، ما عندي ما مشى ما من خارطه في الجمعيه لا والو. المهم سيادنا تفضلوا علينا وخشاو كلاصاونا وجريت في السباق الحمد لله. بعدا اول تجربه يعني من قديم، من مده ما شاركت في شي سباق. شاركت في السباق راه عندك رشيد، عندك رشيد جمع راسك معانا. شاركت في السباق جيت مع الولا، جيت مع الولا ما عنديش درايه في عالم السباق وبزاف المعطيات، وجيت مع الولا جيت مع الاولانيين يلا. وجاي اليوم جاي وجايين طابة وجايبين الله. لاحظت اخويا احمد شكرا
المهم انا كنتكلم مع صاحبي ايوب، يعني الاخوان هذه كتعتبر اعلى قمه عندنا في المنطقه، خاصه منطقه القصر الكبير ها مدينتي، هي كتبان واضحه وضوح الشمس ربيعه النهار. وجينا اليوم نضربوا على هذا السيغمو باش نتكلاصا، لكن بالفشل. ها باقي هرب لي بدقيقه، لكن العمليه اقسم بجلال عظيم الاله حتى فيها التروكوس وفيها الكذوب. الله، انا جواد اجباد فني الدار ديالي هنا حوما ساكنة حلوما عاري العار في ليا. لا عجبتكم لاميزا، لاميزا دا عمر ابو حفصة لاميزا. واخا جباد لاتي لاتي جباد هنا وما تبانش اخي راشد، راه عندنا العلو جباد. والله ما نتعاتق جباد جباد. هاد ها الجامع الحومة ديالنا، ها هو اللي فيه واحد القيمة شي راجل والله العظيم كنقولها الحق عليا. فقيو كينوك كيفاش يقولوا كينوك على العيالات، يلا اقسم بال ومزيانه قال شمال اقصدوا رشيد. الله يهديك، هو المبتدئ كيقولوا العلماء خصو يتفضح المبتدئ. الله يهديك عساك حاد الزنادقه. المهم انت السمعه ديال الجمع ها هي الله الله يحفظك خويا احمد. اهلا صاحبي احمد، يا الله 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 الا قال لك شحال ما قولها موجود سبحان الله. شوف يلا هو ماشي مشكل، كل ما كان الخير موجود. دابا الاخوان، دابا المهم حنا كتكلمنا وكلمنا في الكفايه. هذا كنت ايوب راجل وكنتي بطل، ماشي كان انا ماشي كان انا كنرفع لك التحدي وكنكبر بك، انا كنكبر بك ماشي كان انا. راه انت كتعرفني ما عمري حقرت شي واحد ولا ما كنحقرش، حتى انا كيف ما كيقولوا والداني امراه فهمتيني. ولكن لا، اتوا برهانكم. هاي 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 ضرب لي ضرب لي قصر كبير الشاون مطيحنا انا والفرنسي. كي عملتي لك كي عملتي لك؟ ولكن الاخوان راه عايقين بك، والله عايقين بك يا خويا. شعلتي هذا غير الله يبارك. تشعلها وهي بارده بلاتي، قول لها ما تشعلش بارده بارده بلاتي. حنا اهل التخصص يا رشيد. رشيد شوف كتجيب لك شي ميكا هكذا. انت خويا رشيد انت دابا الحوافات وهذه بقى يضحك علينا احمد الزياد. هي تحل احمد، تخلي احمد يحل عينه فامو احمد ولا صاحبي. ولكن موعدني اخي بالعشاء، قال لك يعشيني دا المرتبه الثالثه. قال لي لا مشيت ديت الكوبا في هذا السباق، قال لي انا عشيك اذا ما عرفناش بهذا العشاء باش يكون واش بالبيصاره ولا. انا عارف لي ما نشقش عليه، حتى نعرفو دريويش وعنده وليدات. ولكن الرجال عنده وعودي. انا عرفني دريويش باش ما سخاك الله. كنقبل كنقبل البيصيره اللي كان. المهم قلت لي العشاء راه ما تعتقش. المهم السيد الرئيس خلص عليا الغدا، الله يجازيه بخير. ها اجي اجي نشعل هنا اجي وخا رشيد الحقيقه تا هو خصك وبلا شي مشكله. هي باش علاش؟ شوف شوف اجي هنا الريحه صاحبي. ها هنا ما كاينش الريح، ما يخليكش تطير حتى هنا احسن. لا ما يخليكش تطير. احنا نجيبوها هنا. هنا هنا ما كاينش الريحه عمر. هنا السي رشيد اللي قالها السي رشيد هي اللي كاينه. ما تعاودش، هذا الشغل ديالنا حنايا، هذا شغلنا هذا. تما مضخمه وفي الجو كل شيء جميل. ناكلوا هنا اش بحالنا مزيان. هاد بادي بادي كتسمى الكوزينه. الريحه مزيان. انا سيدي انا سيدي انا سيدي الله الله الله. اوكي كيف داخل تحت وكي يعيش هذا كيفاش الله. يا 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 انا السي حسن حلال سيد الحاج. بليصك ها انا تنسات لي سميت ولدك صغيوان. انا شوف 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 فيها عندي والطاجين فيه والحوت. تشوف الحوت كيتقلى وليدي، والحوت كيتقلى. نجي ضارب عليك الحوت، جوج كيلو ديال الحوت نجيب لك هذاك الحجار وما تكلاصيتش في ها مزيان واخ. اي كي درتي ايوب كي درتي؟ قول لي كي درتي بعدا. دابا انت وقع لي معاك بحال هذاك الراجل اللي كان عنده واحد العود، عود ميت مهلوك والعود مقتول. هو من اللي بغى يبيع العود؟ عندك سي مزيان سي العود عنده مقتول، ولكن دا معاه ولدو، دا معاه ولدو باش يبيع باش يبيع به العود. الوليد كيعرف التروكوس ديال العود كينغزو هادي العود كيبدا الناس ندهشوا بهذاك الجماليه ديال العود وهذاك الرشاق ديال العود. البلاصه ديال الحفره، الحفره ديال مالا دير الحفره باش هاد اييه كيقولوا الكانون. هاك هاك الموس عندي هنايا بالموس. انا علاش حنا دابا هاد البلاصه هذيك ما فيهاش الله لا لا تبارك الله عليك يا رشيد. راه انت تبارك الله عليك. لا تبارك الله عليك السي رشيد.
تحية صاحبي ادم خي نور الدين الريحة، صاحبي نور الدين البطل. والمهم كنتمناكم الاخوان مليون، والله حتى مليون، بلا ما يحمق راسو ايوب الخدمة ولا هذه، مليون راه مليون اسهل. رشيد دابا مليون فرنك يدوز رشيد. ها؟ يمكن له ما يخدمش شي مدة، ما يخدمش خمس شهور. الله 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 الله. ايوا اسمع قول لي شي خبز وخاصها تخدم، ها هي مليون اقسم بالله، وانت كتعرفني ايوب ملي كنقول الهضرة مليون. يا الله سيدي كنتمنك والاخوان الا كان فيكم شي روح رياضيه طاكيو لي ايوب، ايوا تكلموا معاه، ايوا تكلموا معاه، ولا يدوز علينا الدكاكه. هما راه شي اخوان راه ما باغيين شي، قال لك لا بغينا نعرفوا كيداير يطلع، ولكن خصكم تدخلوا والو الله يرحم الوالدين. ايوب صاحبي ودرويش ايوب، وحنا شنو قلنا فيه؟ لا دابا حنا كنتكلموا خير رشيد في الرياضه، حنا دابا تنوضحوا السالفه. الله يرحم الوالدين، تنهضروا في اطار الرياضه. باش طلعتي بشكون كاين معاك؟ شكون؟ شكون شهد لك؟ وانا كنعرفك ما في يدك شي، انا كنعرفو. بالنسبه للشاون بالنسبه لي اه بالنسبه للشاون انا عطيت الصباط و بيكالا دجون ديال عثمان. واش شتيه ملي كان غادي؟ لا ما شفتوش. يا والله يرحم الوالدين، انا كنسمع الناس كيقول لكم شاف الطوموبيل ديالو الشريف. يالاه وزير يالاه وانا ما عرفتش ما فهمتش، انا لا عطيتيني بيكالات شي واحد اول مره ما نعرفش نضرب بها الديسكو. الاخوان راه تفهموني، راه حتى البواجده يفهموني هنا، حيت عطيتيني بياسه ديالك نعزف عليها ما نعرفش نعزف عليها، خصني تنولف بها. اي 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 انت هذا عطيك الصباط، هذا عطيك الكافات، هذا عطيك بيكالا، ومشيتي حيدتي كل شيء، زعما كدير الشهود زعما لا لا راه حنا عطيناه ديالنا باش مشى. لا ومع من مشيتي يا الشريف؟ حتى عيطتي نمشي معاك، نمشي معاك. المهم الاخوان كيدك تشوف هذا الكلام في هذه القضيه، كيقولوا بانك كذبتي، ولكن كنتمناهم يبينوا يخرجوا معاك نيشان. انا كنقول لك مليون فرنك ايوب كنحدك، ولا كنتي جبلي وولد ام كادي يا ناس مكادي بلا ما نقول لك كيعرفوا طاحت معزه وناس معزه، والله سام خرجها منك ايوب بروح رياضيه، ما كنحتقرك بلا والو. كي درتي لها؟ كي درتي لها؟ شكون شهد لك؟ شكون؟ والنبي وجنب الدليل، خصنا الدليل الشريف. بارك اصاحبي بارك اصاحبي. باش نثيقوا بك الله يرضى عليك، دوز علينا الدكاكه والله ما تدوز علينا، انا راه عشت في واحد المؤسسه سميتها حي المرس، وانا عرفتك في الاول، انا عرفتك. هاي ضربنا على الراجل، ضربنا على السيغمو في الاولى والثانيه والثالثه، انا نقول شي عجب، ولا والمهم نتمنى هذا الكلام يلقى شي اذنه صاغيه. ولا كنت يجيب لي قح يلا وبين لي اقسم بالله مليون يلا يلا اقطع فيا راجل يلا، وانت كتعرفني، انت كتعرفني الرجال عند وعودها كتعرفني. وطاكيو الاخوان طاكيو لي ايوب الله يرحم الوالدين، نعرفوا كي دار ضربات السيغموات كي دار لهم كي ولا مدوش عين الدكاكه خير ديالي. ايه انت في الشهاده ديالك قلتي تم اسقاط بطل القصر الكبير، بطل لا والله تبطل الماضي والحاضر والمستقبل. وانت ايوب جريتي في السباقات بشهاده الاخوان، الاخوان كيقولوا هذا الكلام، ما كتكملش حتى السباق مع الابطال، ها في الطلعه ديال عين العسكر كتوقف. الله يرحم الوالدين، تجينا انت تحيدنا من السيغمو وتقلص لنا انت تما بالكذوب. لا راه اللعنه كتنزل على الكاذبين، وانا ما نسمحلكش الا كنت كذاب، كنت كذاب مسح المرحله باش نكونوا واقعيين، نجيك نيشان. انا قبيح، انا قبيح، انا قبيح. ها شي واحد كيصوني واقيلا ايوب واقيلا. اشوف رشيد جاوب جاوب. دابا يكون ايوب كيصوني. اسمع المليون هضر، ها جاوب. اهضر جاوبو. جاوب مليون، مليون احمد. اما مزيانه. قول له مليون. قول له مليون احمد. مليون مليون ولا تهلا فيا رئيس الله مليون مليون واحمد ودابا السباقة احمد قال لك عمر فين هو العشاء اللي قلتي له ولا احمد احمد والعشاء لا ولا غدا ما محسوبش غير الله ما قلب قلب التصوير ولا احمد يا قلب الفيديو ولا وهدي لي انت الشكري في العكلي والله عزك وما ادريش الشكري في العقل يا احمد، وانا بقى نبكي وبقى نحيح
اخويا. ودابا انت هو البطل في القصر. ودرنا فيديو دابا. خليه هضر. وانت لا هضر ما فيه هضر ما فيه هضر فيه الفيديو هذا. وهذاك خليه داخل شي يقول. حمد الله تغزال. هذا ما دخلش عندك قد. انا عجبني بدا عام جاب الكوبا وفرح وكيشط مع وليداته والله الا عجبني الحال صح. اقسم بالله. انا عجبني الحال حق الله اقسم بالله. كاسكرات وهيدك وهيدك اصاحبي وصافي احمد يا بس لو ما عطيش ولا باش ما كان واحد علل عند علل هادي العلل هادي العلل احمد صوني صوني عليا انا صوني عليا فيديو قال له عند بو علل اصاحبي انا صوني وانا كنتمنى يجي عندنا قالوا له كانت عندك مناسبه ديالي انا صوني لي انا الاصدقاء عندنا صاحبي المهم ايوب راه الصديق ديالي انا كنتلاقاه كنسلم عليه ما بيناتنا والو لكن اخا ايوب هادي راه روح رياضيه وكنتكلم معك والله كنتكلم معك كل واقع حيت انا اخا ايوب كنعرف القدرات ديالك عندك تقلق وتقولش كي كيدير هذا انا راه الدم ديالي المهم انت كتعرف كلشي باش نكونوا واقعيين كي درتي طلعتي قلصتي لينا كي درتي وانا كنعرفك انا كنعرفك احمد كون واقعي لا باش دوز عليا الدكاكه ودوز على الدراري ديالنا لا 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 مزيان مليون 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 المهم اما قبل التحدي ولا حيد المرحله حيدها مسحها مسحها لا اش اش دوز عليا الدكاكه صاحبي وقالوا لي ما كانش عندك شغل اجي عندنا اشو واش تيدير هذا واش كاكتي كاع خوات امي و بيكالات امي واش كاكتي كاع خوات امي ومشات لي مع البيكالات امي لا 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 يا امي والله الا قالك تيغني سيد نشطار قال لك اي صحن عيشه هذا هو الصحن ديال فاطمه راه حنا نوضو نقوينا وما فصلش راه انت راه القصر راه هو راه انت منين تتسال اقول له ما كانش عندك السلعه اجي عندنا والله الا ايوب يدوز عليا الدكاكه ولا المهم انا مره فكيت معاك مره دابا هنايا ولكن شي ابطال ولاد مدينه لا خاصه تسمعوني وطاكي نيجي شكون كلشي منافقين لا ايوب باطاج ماشي باطاج انا ما كنقول لك ما كاين والو ايه؟ يا عمر وصر صار صاحبي بلو زوين صار الداخل وجه صافي واش من الحوت واش من الماكلة اقول له ما كانش عندك الشغل اخويا اجي شوي الحوت قال واش شوية جديدة جابها اشوفها والله العظيم شوية حيد لها الكاغطاية شوية جديدة اوما اوحلت اشوف اشوف يا تحيط لك شوف والله العظيم تحيه صاحبي يا جواد وخي يحيى الدخلاوي اخوي احمد اخوي صافي العز 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 لها واحد ها واحد لها واحد لها واحد لها واحد لا المهم لها واحد ديال الكفته وديالك على حسابي يا رشيد ماشي مشكل انا خير يا صافي ديالك على حسابي ها هو الزن ها هو الزن ها هو الزن ها هو الزن يا خي حمد اصاحبي خلص عليا الغدا هادي نعمة صاحبي والله الا بوبغي غادي انا وياه وحتى رشيد ربناه وهذا من القصر العرايش وجماعين كيقول لي خي عمر خصني نربح خصني نربح في هذا السباق كنقول له ها زيدو ماشي صعوبة وسبحان الله تعليمات سبحان الله اشو عمر في حمش والله الا عندنا تجربه سبحان الله والله ايه غطي واحد بليزه من بس عندي روح واحد الباصره جنة اجيب المنطا احمد واجي جيب المنطا واجي المنطا احمد انا كنتمنى الا كان خي العياشي وخي رشيد الحريري يسمعوني واجيبوا خي الطونوبيل ديالكم وجيو عندنا خي اجي والله الا تنشوف فيك اخي احمد انا عيني ما عينيك وهاد ما كيفاش كتشعل وكت
هذا وماك يا ايوب، ما بغاش تشعل اللعب يا ايوب، مالك؟ مشكل هذه هو ايوب، مالك؟ ماشي مشكل، احمد تضرب اتاي، اتاي هو اللي ما جناش يودي اخي البرد ما جناش. عندنا المناضة. انا اخي شو الدنيا كي داير الدنيا. المناضة ديال الطاقة. وطلعت هنا جاني الجوع. والله الا غادي يمشي الزاوية عمر الزاوية اللي مليه هي اللي تنسي في وسط من انت. هو تنسي لها الطريق غادي. انت نسي من الطريق. لا صاحبي من الجهة اللي مليه. صور اين هو هذا؟ شنو قال لك هذاك المرة هذاك الدوبري هذاك المرة؟ هذيك المرة اللي كانت كتهز العنب هذيك المرة اللي كتعرفك قالت لك باش قلتي لها طالع عن السد قالت لك شنو الدوار؟ القيسة القيسة هذاك هذاك دوار القيسة رشيد أحمد غزال ولا صاغ غزال والله إيه والله العظيم صراحة صطابتو ملي كنت غادي أنا وياه غادي الجموعة ديالو زوينة والله قال لي اخي عمر خصني غير ربح الكوبا قال لي وقيلا عندي جوج وخصو الثالثه مليون اخي ايوب مليون الورقه على الورقه عليكم السلام اخي رشيد يا لطيف رشيد هو معانا رشيد انت فرح سير داوي راسك عمر عايش لا بيضاك وكان فيك النفس ما تفرجش فيه صاحبي رشيد صاحبي كون رشيد فوبري الله يصغزر رشيد انا نتمنى المهم اخي رشيد شوف خلينا ما انا قال نتمنى لك اخي رشيد لما كان شي عندكم في الشغل وكان طريق مكارفصيه ها ياك رشيد لا والو طيق مكرفصة لا والو ما بغيتش نجيب الطونوبيل ديالو هنا لا والو مكرفصة وصراحة واحد الجلسة خا رشيد واعرة والله نتمناك تجيب العياشي وعبد العالي ولكن الطريق مكرفصة لا كان شي طونوبيل وحدة أخرى مزيانة أما ديك الطونوبيل خاي منها ما نبغيش والله ما نبغي أقسمو بالله داكشي واعر العاز خا رشيد العاز العاز هي إيه الرجال يا الله إلا قال السيد عايش لا أبو الله يرحم الوالد يا سيدي رشيد الزين يا بنزيما يا الله يضرهم غاديين هاد الناس يضرهم غاديين غاديين اصاحبي ما يعيشوا ما يخليو بنادم يعيش والمهم الاخوان سمحوا لي انا غا كنتكلم بواحد الروح رياضيه الانسان الا كان بطل هيفهم كلامي حنا كنتهاودوا كما قالوا خوتنا طنجاوه في اطار الرياضه ما عندناش داكشي ديال ولاد السوق وداكشي ديال الخاوي لا حنا راه ناس نقيين والله سنقيين وما كنحقرو حتى شي واحد المهم روح رياضيه كتكلم والسلام بغينا نعرفوك حنا راه البطل اللي كنعرفوه بطل راه صاحبي تكلم معاك نعرفك بطل انا عندي القاعده كما قال جدي رحمه الله قال لي كون سبع وكوني ماشي شو رجال كيفاش هضرت كون سبع وكوني انت دوز عين الدكاكة لا ياه هبطتيني باش طلع نتايا وهبطتي وحدين اخرين ابرياء باش طلع نتا باش يقولوا بطل بالكذوب ولا بكل استحقاق من غشنا فليس منا ولا الغشاش امر ديالو خطير اصاحبي غشيتينا وهبطتينا وكتب علينا تما اسقاط بطل القصر الكبير لا 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 باياش كي درتي لا جميع المراحل الصعبه ما بينتيهمش مشيتي ضربتيهم بوحديتك مشيتي مخبع مشيتي مسلس وباش مشيتي شي بيكلا ديال الضو وشنو غير نعرفوا الحكمه نوريو خير رشيد كان تواجدو انا خير رشيد ها صاحبك ها هو الله انا شوف شوف كاين شي والله تا واعر شوف شوف وي 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 الله يلاك على لو خير انا السيد عايش مع ابو واخا رشيد الناس راه مراتي مالك بنتي ها وي 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 شوف شوف زومي زومي وراه عندنا الكاليطي يا رشيد وبنزيما انا عندك غنشدو شي حاجه في وسط ديال عباد الله عبصم عبصم واش من دوار هذا يلا واش من دوار هذا شو الناس فيه عايشه وشوفوا صابره مساكن ما كلت المياه ما كلت العبه ولا ساكتين وعايشين شوف والله العظيم
شوف شوف باقي عنده بطريقه بالغيس. يلا شوف 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 على جمال. شوف شنو خصك عرباوه؟ اجي عرباوه. هاي ها عرباوه هاي. شو هاي اجبت هاي. ايه يا عرباوه الاصدقاء ديالي راك عارف الهينون. ايه يا ولد حبيبي مشى العرباوه وخلاني. مولاي بوسلام كتبان من هنايا كاين شويه ديال الغبوشيه. المهم ها هو البحر. ها نعم غنبين لكم البحر. ها هو البحر يبان. ها هو البحر. شتو ها البحر شتو. الله يبارك. ها سوق الاربعاء. ها فينك الحبيبه. وضرقك عليا جبال وضرقك عليا جبال خويا رشيد زين محالي ولي محال ورشيد يا قطيب اللوز ورشيد يا قطيب اللوز ديرولو يا مشاهدين من يدوز يدوز. هلا هذا الحبيب. ويا خي رشيد الله إلا وما أدراك ما صرصر. رشيد كيسلم عليك أخي رشيد. رشيد بن زيمة بلا ما تغسلو ولا كيغسلوه شي ما كيغسلوه شي. رشيد عرفتي شوية شنو ندير نحطوها في العافية بعدا لا فيها شي ميكروبات واخا باقا جديدة. ها واخا باقا جديدة ولا كانت في الميكا وقع ليها كانت مغالفة بالميكا ولكن لا العافية كطهر. يعني واخا جديدة كاين دابا داكشي الأمر. أنا كنقول لك شوف فلن تجد معي كيفاش فلن أعصي لك أمرا ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. رشيد رشيد بوي والله ساكن شاط لا حول لها صح. وأنا بالعواد رشيد قادي لا أجي أجي كلشي هي الدنيا كامل عواد هنايا والله إلا كامل عواد. أجي أخويا رشيد الشطاط الخير موجود أصاحبي الحوت هاكي الشمر ريحة كيطيبها رشيد هاكي الشمر ريحة دابا راه خصني فهمتي كنشوفك شطاط طبيعة الحال ولكن فيك الجوع. فيك الجوع يلا طيب. ولكن واحد جوج تفاحات تما إلا بغيت تفك معاهم تفاح هو ما كيشبعش غير قصدي يجيب الجوع ولكن بغيت تشوف معاهم مرحبا. والعنب اصاحبي العنب ضرب العنب يا رشيد اصاحبي تقول لي فيك الجوع العنب العنب والعنب والخبز والوصية الاجداد والوالدين. ايه يا رشيد اصاحبي واسمع رشيد ها هو بنزيما كيقول لك السردين بلا ما تغسلوا اصاحبي. كيف كيف شنو سميتو هذاك شطون رشيد ما كاينش السردين شطون وكيت عنده واحد داك الحوت اللي ما كيحملو حتى واحد انا كنحماق عليه صراحه تونينه وقيل قولها تونينه ديك الزرقاء والله الا كياكلوها الابطال وكاين ماشي الابطال من الاول المتواضعين والله حتى واعر قال لك تاكل شي حوت واعر. الله اكبر الله اكبر العصر باقي بكري ولكن رشيد لك كنتي صاحبي وحتى العشاء نهودو بحالنا من اخويا الا قال الطفا الحمام دخلوك بحال في خروجو شعلات رشيد ها ها العافيه شعله. العويده ديالهم. تبعتي لك شويه حطوا يميها تما تحرق. لا شويه ما فيها والو. صافي صافي يلاه ستة يلاه عدل شغلك. واه خصك تشعل العافيه. العافيه شعله رشيد. شعله والله تشعله. لا شعله والله تشعله رشيد ها شوف. راه شحال الحراره هنايا. ها خصك نطلعها ها هي خصها تنقى تحيد واحد شويه الميكا باقا تما. يا تحيد ها. ها ها العافيه. مات ما العافية سي رشيد. الله الله يا ربي الله انا حبيبتي يلا شالي ها الحولي مشى بشحال الحولي الله أكبر الله أكبر
ما هادي واش اللعيبه اللي قال لك خيي؟ رشيد عندني واحد صاحبي سمو يحيى ابو يحيى الرجاوي كيسكن في الدار البيضاء، والله الا راه كيف كيقولوا قصدك والمقصود هو ربي. قال لك السي رشيد اخي عمر الا كانت شي كروس 52 او 53 نجي نديها من القصر الكبير وتكون كاربون. عند مؤخرا كانت وحده. ها؟ ممكن الناس اللي شريتي من عندهم كانت وحده ديك الساعه سولوا واش باقا عندها. هذوك اللي كانت عندهم هذوك ما صحفناش معاهم مزيان يجي عندي. يدوز معايا شي يومين ولا ثلاث ايام لهذه باش ما سخاه الله. اه المهم السي محمد شوف صافي دابا انت داك السيد في بالي دابا انا بعض المرات كنشوفو بحال يقول خصو كاريرا. اه واش كاريرا ولا كروس؟ حيت انا السي محمد كنعرفك انت كتركب على كاريرا، والمهم نتمناك توضح اكثر. والمهم دابا واحد الدراري عندنا صحابنا كيجيبو البيكالاس فهمتي كيجيبوا الكروس كيجيبوا الكاريرا. المهم دابا هاد الايام ان شاء الله راه يجيو اجيبوا السلعه وان شاء الله. المهم ملي نقول لك ان شاء الله تجي عندي تجي عندي صافي دابا ما كاين شنو ما خصك كاينه كروس ولا كاريرا كاينه موجود والثمن هادشي الثمن اللي بغيتي ان شاء الله هادشي اللي غنقول لك هادشي اللي علينا. خبير في السمك هذا خاي نور الدين العامري ولا هذا صاحبي نور الدين العامري ولا نايضه خويا نايضه احنا خويا شد لكم الريزو هنا في الله 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 الا داغي وجدتيها من عندي ما نسرت راه المرزقه راه المرزقه انت مرزق انت هو صاحبي واي شوف السيفه كيدير الاخوان شوفوا الاخوان شوفوا الاخوان داك الشيء جميل خاص تدو شويه تدوز العوي فيا شويه شوف 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 الادوات شوف 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 اخي نور الدين شوف والعمري سلمي على سلمون عمر وخي خي محمد يا ناس طيبين يا هاك اه الملحه جبتيها قال لي سيسي هاك اه خصك ديها هنا اه منفوخ ومن الاحسن راشد كمل ديك الشغل كملو الله يعزك هاك هاك ها يا مرزاقي الله يرحم والدينا خير راشد لا واش نشطان بصح ولا خصنا ناكلو لا دابا وناكل دابا صاحبي العنب اه لا ناكلو هذا وها شويه ولا نقلبها ياك مزيان الملحه خاين ياك ها انا سيدي واخا نقلب ما تسرقش انا تقلب اصاحبي ها انا نلعبوا الله يبارك الله يبارك الله يبارك الملحه ما تخاف منها عمر الملحه ياه باش يقول لك كيتمرض وهذا شكون هي تتمرض الملحه الجوع ولا الهمار وهذا هو الحق الجوع ولا وفن وصاحبي العياشي يا هي واجيبوا لي العياشي يا هي ورشيد وشوف العياشي صاحبي فين هو راه داير معايا اليوم قال لك نمشيو بني معاه فالتقهواو والله الا والله العظيم المهم اخا راشد كنتمناك توصل له الكلمه صوني عليه ولا شوف قول له حنا من هنا نمشيو بني معاه والله العظيم قول له المهم قول له يجي عندنا حنا كنضربوا الحوت هنايا الله الله الا البارح قصرنا واحد القصيره زواره العافيه كاع ما تخلاتش انا نعس هذيك اللاتبيتو كنقول تحيد هذاك الكاغيط وداك الريبين تاع رشيد من الاحسن تيطيحوا الجميرات ولا لا؟ اما دابا حطينا دابا هيوجد دابا ساغي فهمتي هادشي اللي كيبان لي انايا يعني هاد الدخان هذا كيطلع ولكن دابا هي بقات كتنقى كيف ما قالوا قالوا القرع فيما ضربتي له راسو كيفاش كيقولوا؟ كيبان الدم صافي هذا هو الحق الله يرحم الوالدين يا شوايه كتعرف هاد السيفه صاحبي شحال جات زوينه ولا هذا دابا انا خا رشيد ما كنعرفش ناكل هاد الحوت ولكن شحال نعمل كنحيدها الراس وناكلو كامل صافي لانه ما فيش العظم واسمع هذا دابا السي محمد كيقول لي دومي بحال اللي عندك درتي بها السباق نهار الحد وخصو كاريرا اه اه كاريرا والمهم موجوده اه زهير عنده وحده والله الا عنده وحده سبحان الله والله الا عنده وحده كرمو شحال كطلب فيها اخي رشيد؟ شحال شحال مثلا؟ ما عرفتش والمهم حنا نشوفو تمشي ونصورها له المهم انا تيجيبو الاخوان الاخرين الباطري يجيبو سميتو ويكون شي نهار عاوتاني يكون فيه الحد ولا الخميس باش انا كنعرفش نمشيو حتى لزايله ندي معايا حتى لزايله اها ها؟ اه ندبرو شي بكره مليح ان شاء الله خويا عز الدين الله يجازيك بخير يعطيك الصحة مرحبا هذا يكون عياشي جاوب جاوب رشيد جاوب والاخوان اللي كيشوفنا يجي عندنا مرحبا احنا في القبيصه ديال
مرحبا مرحبا والله الا خير موجود جبنا بالزايد. رشيد كيقول لي راه ما عايش هيط، كنقول له ها هوز صاحبي الله يهديك. كنلقاه مرزاق خصيم والله الا الله يسمح لي منه والله العظيم شي نهار الله يحفظ يعطيني شي زكيمه. والله العظيم خمسة الخبزات والله الا خمسة الخبزات. يلا كنقول له لا عجيب عجيب، علاش؟ حيت انا اصلا كناكل بزاف كنخاف نبقى مخصوص. والله الا كيقول لك بزاف، كنقول له لا عجيب اصاحبي. شكون راشي؟ واشو؟ راه باغي يقول لنا شي حاجه على حافظ اصاحبي. حيت حافظ الله الا كان قال لي نمشيو بني معافه. التليفون كان عندي في الجيب ما لقيتش كيفاش نجبدو. لا ماشي مشكل، انت كنت مشغول. خا سي محمد اقسم بالله ان شاء الله انت صاحبنا والصديق ديالنا مزيانه باش تجي عندنا ونشوفوك ودوز معنا بعد شي سيمانه ان شاء الله. كنتمنك بعدا تجي عندنا تكون مسالي، بقاش تقول لي نمشي بحالي توحشت ولادي. المهم كنتمنى ان شاء الله. انا لا لا باش ما جا هيشري، باش ما جا هيشري. الا بغيتها ب 1000 درهم نجيب له. اه كاينه مالك وانا بيك الله مؤخرا انا فكيتها. اه وهذيك راه قادو والله تواك. اه والله الا فلت لي والله تفلت لي خاصك كنت نضرب عليك سانطو اخي سي محمد. واش عندنا صرصر فوق القمه؟ لا تحيدات 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 لا تحيدات مشات مشات. ما عندي ما نسالك والله الا لا تحيدات. الله اسمع اسمع شي كيشهي يا صاحبي. الله وقولوا له بغى يجي عندنا. اليوم الثلاث هو راه خدام. لا اه مزيان لا 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 ما تجيبش طوموبيل. لا 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 مرة طريق مكرفسة مرة. ولا بانت لك بغيتي تجيب كروس؟ اجي خاي رشيد. صاف 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 الله يرحم الوالدين خاي رشيد. الله يرحم الوالدين. شكرا 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 رشيد. الله صدواق الله صدواق الله صدواق الله يتذوق. بوبري اه لا صاف مشات. لا الميكا مشات بحال هذا بالعوي فيها زيان. ها شتو انا انا خير رشيد بن زيمان. هذا حيت لهم صار ماني حيت لهم صار ودي اخي رشيد اللي درتي هو داك. ها وجد ها علينا ها نطيب. رشيد على بالك يقولوا كيقول لك هذا الشيء هذا ما خصكش تطيبوا بزاف. شنو هذا الحوت كيقول لك بدمو وهذاك بسمو. ماشي هكا اه هذاك دابا حوت رقيق يعني الا حركتيه بزاف ما بقى فيه والو. وهذا اللايف هذا كان هذه العائله الدخلاويين اينما كانوا من هنا حتى الحوافات بو احمد والوالده ديالنا المرضيه هما نعرفها. قالوا الناس من زمان قال لك العالم اصبح قريه صغيره. آه كما قال واحد قال له راه الوقت مخلطه. يا بعض المرات صاحبي كندير الديفوا صاحبي كنبقى ندير البساله. يا وناس سيادي كيشاهدوا هذا الهبل ديالنا. يال والله الا خصني الصويطه صاحبي والله العظيم بعض المرات خص الصويطه وشي تكيمه دوك. ها قود شد خطاك هذاك البغال ملي كيشبع وكيبقى والله يرحمك ويدي لخاك رشيد. الله يعين قال سمع يا بعدا عشان تشوف شبان لك. شوف شوف مازال مازال بصح مازال عمر مازال. ايه مازال. الله الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين. دابا هذاك ما فيش اللي دام بحال حيت صغيور زعما ولكن هذا رشيد هنصوتوا فيه ان شاء الله. لا سهل تلاقوا على المرازق كيسلك. نعم تلاقوا على المرازق. لا وانت ما كتاكل شي والو واخا كنعرف هذاك الماكله ديالك نقوب وهرب. انا كذا اه الله يلا نقوب وهرب. الله ما
طيب يا حبيبتي ها الله شو 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 تحت الزيتونة وما معنا شي عمتي ميمونة تحت الزيتونة وتحت الزيتونة سيك 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 يا محمود بحالك حسن لينا وحسن لك ولا عندك لك شي تفريقة فراسك الغربة اللي تسول عليه راه عندكم من نهار ديتي احسن حاجة تعملها في حياتك سير 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 بحالك احسن لينا واحسن لك تحت الزيتونة شو انت فين عمر شو انت فين عمر لا وما معنا شي ميمون نقول لكم هذا البت المراسل وما مرنا الزاوية قليلي يا رشيد قليلي وما معنا شي ميمونة شوف يا تحرق يلا الله شوف اخوي شوف زعما المغبون والمشموت اللي عنده الإرادة وعنده الطاقة وعنده الأمور ميسرة وما يجيش عندنا فين هيدا هيدا زعما دير العواد كاينه الحراره رشيد شي الحراره والله تا كاينه ولكن حش العواد اش شويه تكملت وسط تكملت دابا تا بغيتي راه هي هيدا هو هذاك على ما كنظن انا ولكن لا شوف انت انا نعطيك هاد الجهه مزيانه انا هادي حسن انا هيدا كنفك معاه كيكون بحال الزبده كيكون بحال الزبدة ومحمود راه خرج بويط الا ومحمود قالكم الجمعة هادي لا الجمعة الجاية قالكم نمشيو عند خي عبسلام نمشيو لقبيلة خي عبسلام اخي علاش نمشي مدوش خي عبسلام الله يا صاحبي وصاحبي خصني نمشي ندوش انا حلفت بالله ودوش في البير ديالك في البير معلوم ها؟ ولكن دابا ملي مشيتي مع الدراري راه ما يوقفوش. علاش؟ علاش ما يوقفوش؟ لا. لا لا. دابا عندهم. فيما بغينا نوقفوا. لا ممكن. هي فيها رحلة وفيها كل شيء. الدراري ما بغيوش. شوف هي جماعة ناس سميتها جماعة النزاهة. زوينة. فهمتي؟ كيما شي واحد قال قالوا ما آخر يا أنتم عندكم جماعة ديكم سميتها جماعة النزاهة. أنت واحد اللي جيت نزاهة. إيه وصراحة عنده الحق. إيه وزيداهية. وزيد هي وزيد راه ما بقى والو وزيد سيدي راه مول العلب يمشي بحالو زيد وزيد وليدي زيد الله يرحم الوالدين نكملكم داك الديسكو تحت الزيتونه تندق برجلتي هكذا يا تحت الزيتونه ما معناش ميمونه ميمونة قلبها لحنين كنقولوا له وجميل يا هديك ميمونة يا تحت الزيتونة عدنا الشواية الله الله يدي هذا نقوم حنا نقلبوا على الشواية نحمقوا راسنا هي جديدة هي حنا هذه ها عادية كنخصنا نجيبوا ديك الكبيرة ولكن ماشي مشكل كلشي كيخدم دوزن الماتريال ايوا يحيى ودختي طيح لنا شويه طيحها في عين معسكر واقيلا ولا يا شويه مضخمه دوريجين يا الشاي يحيى واحد المرضيه دموها كنقول لها دار صافي تمسم كتفك معايا تحت الزيتونه هي الشوايه صافي اش ضرب الشوايه فهاد الخلاص هذه هي النفسيه صراحه محتاجه لهاد الخرجات وهاد الشيء هذا ولكن بنادم بغى يبقى بين الحيطان خليك شوف حتى نضربوا هادي رشيد وناكلوا بعدا عاوتاني نشعلوها عاوتاني
حنا كلشي حدانا. هذيك ناكلوها دابا؟ حنا ما مزروبينش. ولكن احسن نخلوها في الشويه هذيك وكنضربوا. شوف المهم هي جهتك هي شوف هي جهتك هي قرملتها شوف واش قادك ولا ما قادكش. شوف هاد الجهه هاد الفاص ولا نزيدها شبان لك؟ نزيدها هاك ولا هاد الجهه هذه ما تهضرش معاها هذيك ديالي روم هاك هضر على ديالك ها ديالك شوف واش عجبك ولا نزيدوها نزيدها شويه بلاتي انا عند العايده كما قلت لي لا قال طيح هذه هذا ورس المال دابا ها يا فهمت بسم الله لا راه شنو الحراره تما لا بلاش لا 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 شو ها نضيعوه لا لا خلي 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 هذا دابا ديالك ديالك واجده لا لا ما فهمتيش رد فهمتك العافيه راه شي تما راه شاده والله حتى شاده ها خلي حنا حتى ناكلو على ندوعو حتى اليد الثانيه لا وين باش العافيه تبقى شاعله ها تبقى شاعله والله حتى تبقى شاعله خويا ها ثق بيا هذاك العواد اليوم فوق من هذاك المهم انا نعملهم تنحيد شويه ونعملهم يلاه واخ 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 ها اللي قلتيه هي اللي كاينه ستجدني ان شاء الله صابره ولا اعصي لك امرا تسمع هادي يا صافي احنا هاجوج ما نتفاهموش ما يمكنش اي 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 العافيه شوف راه شتي ولات اخويا شوف شوف والله حتى هاد الجهات بغيت تقول لي زيدها حيت انت قبلتي شتي الخبز كتعجبكم مقرمله كلشي كيعجبكم مقرمل مزيان عشيت خصك خصك توجد لك مطيشه ولا لا؟ ولكن انا قلت لك عمر دير العافيه دير سميتو صح نعم العافيه باش العافيه تكفاك حيت راه حنا من مباشره نحطو ناكلو غنديرو الحوت يطيح ياك ولا قلت لك انا وفين نحطو هذا الحوت حنا ما عندنا ما عندناش الطبصيل ما فهمتينيش الطبصيل ها ناكلو هنايا نحطو هنايا دابا هادي باقا ما وجدتش شوف شوف رشيد واجد ها؟ واجد دابا مزيان هاي انا رايي من الاحسن ناكلوها في الشوايه كتجي زوينه ها غنجيبو شي جعويدات ونحطوهم ونحطو عليها محبس لايك صافي اخوان تبارك الله عليكم مع السلامه الحبايب مع السلامه هاك اخوي مع السلامه دابا نكولو ما تبقاش معنا ميمونه تحت الزيتونه السلام عليكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سامحونا جزاكم الله خير كنبغيو نضحكوا شويه المهم خا ايوب راه الرساله واصله الموضوع كله لخ ايوب مع السلامه مليون مليون, مليون.